بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس بانوس إدير رئيس دولة المجر الصديقة، أود أن أرحب بكم والوفد المرافق، متمنيا لكم إقامة طيبة، وأن تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة في إطار جهودنا المشتركة من أجل تعزيز أواصر الصداقة القوية التي طالما جمعت بين المجر ومصر. واسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي الشخصية بهذه الزيارة التي تشكل امتداداً لعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين. فقد احتفلنا منذ حوالي عامين بمرور 90 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بيننا. لقد كان اجتماعي بفخامة الرئيس المجري اليوم مثمراً، حيث أكدت حرصنا على تعزيز التعاون القائم بيننا في مختلف المجالات لدفع علاقاتنا الثنائية ونقلها إلى مستوى جديد، استناداً لعلاقات الصداقة التي تجمعنا والإمكانات المتاحة لدينا. واتفقنا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، كما أشدنا في هذا الإطار بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها منتدى رجال الأعمال من البلدين الذي عقد بالقاهرة في سبتمبر الماضي، مع الإعراب عن التطلع لعقد الدورة الرابعة للجنة التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في بودابست أكتوبر 2020. ولقد جددت من جانبي ترحيبنا بتوافد السائحين المجريين ضيوفاً كراماً على مصر، يتمتعون فيها بالمقاصد السياحية المتنوعة وبالأمن والاستقرار. كما أطلعت فخامة الرئيس المجري على تطورات الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر والجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والفرص المتاحة لجذب الاستثمارات، خاصة التي توفرها المشروعات القومية الجديدة الجاري تنفيذها. كما أكدنا أهمية استمرار تنسيق المواقف وتبادل التأييد بمختلف المحافل الدولية، خاصة في ظل الدور المهم الذي تطلع به المجر في محيطها الإقليمي وداخل الاتحاد الأوروبي. كما شهد لقاؤنا أيضاً تبادل الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقنا على أهمية تعزيز التفاهم المشترك لمواقف كلا البلدين إزائها، لا سيما التعاون لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية، وأهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لها، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الفكر المتطرف. وقد تطرقنا كذلك إلى أزمة اللاجئين وأساليب التعامل معها وسبل التعاون بين البلدين في هذا الإطار. وفي هذا السياق تبادلنا الرؤى حول آخر التطورات في المنطقة، خاصة الأزمات في سوريا وليبيا والمساعي القائمة لإيجاد حلول سلمية وشاملة لها. واتفقنا على ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود لوضع حد لتلك الصراعات، وقد أكدت في هذا الخصوص أولية التوصل لحلول سياسية شاملة والحفاظ على كيان الدولة الوطنية وتدعيم تماسك ووحدة مؤسساتها بهدف تحقيق الاستقرار وتوفير واقع جديد تنعم فيه شعوب المنطقة بالتنمية والتقدم. كما تم التشاور حول سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وصولاً لتسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية مبنية على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والقرارات الدولية ذات الصلة. واستعرضت أيضاً مع فخامة رئيس المجر جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019. وإذ أجدد ترحيبي بفخامة رئيس المجر والوفد المرافق له، وأكد مرة أخرى على علاقات الصداقة الخاصة التي تربط بين الحكومتين والشعبين ومواصلة الحوار والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات من أجل الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي وتعزيز التفاهم المشترك للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تواجهنا اليوم. أشكركم، والآن أعطي الكلمة لفخامة رئيس دولة المجر، فليتفضل. Ahem.
شكرا جزيلا. بداية أود أن أشكر فخامة الرئيس على دعوته الكريمة لنا، وفدنا وعدد من أعضاء وفدنا أول مرة الأمس، يعني أول مرة بيدوسوا أرض مصر، ما كانوش هنا سابقا. وكل يعني البعد التاريخي ممكن نسميه، أو الهواء التاريخي اللي بيشوفه الإنسان هنا في مصر، يعني لو أي إنسان دارس شوية تاريخ قليلا من التاريخ حيعرف أنه تاريخ مصر عريق جدا، وإحنا شعرنا بتاريخ مصر في الساعات الماضية. شكرا جزيلا فخامة الرئيس على هذه الفرصة الثمينة حتى نستطيع التعرف على هذه الحضارة والثقافة العميقة في الأيام القادمة. أما بالنسبة للعلاقات بين البلدين في السنوات الماضية تحسنت، ذكرتم ذلك فخامة الرئيس. أنا أود أن أضيف رقم إلى هذا، في السنتين ونصف الماضيتين هذا ثالث لقاء بيننا. نحن حصلنا شرف استضافة فخامة الرئيس في صيف 2017 في بودابست، وفي الخريف التقيت بفخامة الرئيس في نيويورك وعقدنا مفاوضات قصيرة، وهذا لقاءنا الثالث. هذا مهم جدا لأن في خضم استعدادي لهذا اللقاء اليوم وجدت أن منذ 13 عاما لم يزر رئيس جمهورية مجري إلى مصر، فلذلك كان هناك داعي وسبب وثيق جدا لزيارتي إلى مصر. فخامة الرئيس ذكر لي النقاط التي تحدثنا عنها. أنا أستطيع بكل اطمئنان أن أقول بأن هناك مواضيع نتكلم عنها مجددا وتكلمنا عنها في السابق، مثلا مكافحة الإرهاب، مشكلة الهجرة، وتكلمنا الآن عن التحديات الديموغرافية، وتحدثنا عن استخدام المياه. فلنتكلم عن أول نقطتين. كل مرة وفي كل منتدى تذكر فيه مسألة الهجرة أو الإرهاب، نحن دائما بالنسبة لمصر نقول بأن نجاح مكافحة الإرهاب لا يمكن بدون مصر، وحتى نستطيع إيقاف الهجرات غير الشرعية لا يمكن تحقيق هذا بدون مصر. أوروبا لها مصلحة كبيرة جدا بأن يكون هناك أمن في مصر، أوروبا لها مصلحة كبيرة استثنائية في أن تنجح مصر في مكافحة الإرهاب، ونحن نود على فكرة أن نهنئكم فخامة الرئيس على النتائج اللي أوريدي حققتوها لغاية دلوقتي. وحتى الآن مصر استطاعت إيقاف الهجرة غير الشرعية، ونتمنى من الدول الأخرى أن تحذو حظوة مصر وتكون ناجحة مثل مصر في هذه المسألة. تحدثنا عن التعاون الاقتصادي، كان هناك يعني طبعا حديث مسبق بيننا وكررنا ذكر ذلك الموضوع، وهو أن هناك نقاط تعني ويهتم بها البلدان. كلا البلدين وجدا فيها فرصة للتعاون. هذه المواضيع من بينها أولا وعلى رأسها مسألة معالجة المياه والاقتصاد في المياه. قبل شهر كان هناك منتدى عالمي للمياه في بودابست، ومثل مصر فيها وزير المياه والري، ومعالي الوزير أجرى العدد من المفاوضات مع الممثلي المجريين في هذا المنتدى. تحدثنا مع فخامة الرئيس أنه إلى أينما نظرنا. سابقا ذكرت لفخامة الرئيس في لقائنا السابق كانوا يقولون بأن القرن العشرين هو قرن النفط، وتحدثنا أنه قرن 21، ونستطيع القول هذا بكل اطمئنان بأن قرن 21 هو قرن المياه. فإلى أينما نظرنا؟ ننظر مثلا إلى التعاون في مجال استخدام المياه بين البلدين، أو معالجة المياه، أو زيادة فعالية استخدام المياه، أو حتى عندكم في مصر مثلا أو عندنا تخفيض هدر الشبكات، وثم أيضا هناك زيادة سكانية تتطلب زيادة في استخدام المياه، مشكلة معالجة الصرف الصحي. هذه كلها ليست فقط تصح، يعني هذه مسألة صحية مهمة جدا للغاية. كل هذه المسائل لو استطعنا إيجاد حلول لها، ولو كان هناك وإذا في نية، والنية موجودة بين البلدين للتعاون فيها، فأعتقد بأن التعاون الثنائي اللي تفضل فخامة الرئيس وذكره، والتعاون الاقتصادي اللي تفضل ذكره، نستطيع عن طريق هذه النقاط تنميته وتطويره في هذه النقاط في السنوات القادمة. المجر
جاهزة لذلك. المجر لها مراجع مهمة جدا في مصر، مثلا في عام 1926 شركة غانز بدأت، شفاطات غانز بدأت تعمل في مصر، ومصر لها طبعا فكرة جيدة جدا عن المجر، حتى القطر في مصر كان اسمه المجري يعني، فنحن صدرنا قاطرات سابقا إلى مصر. فالأسس موجودة، وأنا أؤمن بأن طبعا إذا ما طبقنا شروط القرن الحادي والعشرين سنستطيع إيجاد التقنيات والمجالات حتى نتعاون ونزيد تعاوننا فيها في المستقبل. فخامة الرئيس كان منفتحا على كل مجالات التعاون. الآن المسألة طبعا هي معتمدة عليكم وعلى الأخصائيين والخبراء. أنا أقول وأنا شعرت من فخامة الرئيس أن النية السياسية موجودة، ولذلك ما تبقى هو عمل الخبراء وعملكم أنتم. وأستطيع أن أقول لمصلحة البلدين، مصلحتنا نحن الاثنين، هذه مصلحة مشتركة، أنه لو مثلا في لقاء مقبل بعد سنة أو سنتين نقف في مؤتمر صحفي، إن شاء الله سنستطيع أن نتحدث عن نتائج مهمة. أعتقد أن الشروط متوفرة، الشروط السياسية على أي حال أكيد متوفرة، وأنا أتمنى أنه في بعد سنوات مقبلة سنستطيع إبلاغكم عن نجاحات كبيرة في هذه المجالات. وشكرا لكم. شكرا.